يعني قد اختفت أو يعني قد اندثرت، وأكثر هذا البناء أو جزء كبير من هذا البناء هو من الخشب أيضا الذي يعني يحمي الكعبة، ولذلك تحترق الكعبة. لو كانت بنيانا فقط لما احترقت كثيرا، واضح؟ فقد احترقت قبل النبي عليه الصلاة والسلام وبعده إلى ما شاء الله. والآن بناء الكعبة الموجود هو بناء حجري على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويعني مثل ما بنى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولم يقل الله تعالى بنى، لأن الله تعالى هو الذي بنى هذا البيت، وهو فوقه وفوق هذا البيت بيت معمور. وسبحان الله، ذلك للملائكة وهذا لعباد الله من الإنس والجن. فمن فضائل وخصائص سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام أنهما شاركا في بناء، كما شارك حفيدهما عليه الصلاة والسلام في بناء جزء من الكعبة، تذكرون؟ قبل البعثة شارك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بناء قريش، ايوه، فماذا فعل؟ نعم، فحمل معهم وقال اجعلوا اطراف القبائل يعني يحملون هذا الحجر فوضعوه، فهذا جزء من المشاركه في البناء. اللهم صل وسلم عليه. فهي ذريه المباركه، شاركت ابراهيم واسماعيل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يشارك إسحاق عليه الصلاة والسلام، لأننا لا نعلم متى يعني زار إسحاق عليه الصلاة والسلام مكة، لأنه حج والله أعلم، لكن لا ندري هل التقى مع أخيه أو لا. ليس في القرآن الكريم موضعا يدل على أنهما اجتمعا أو التقيا أو تحدثا، مع أن موسى وهارون عليه الصلاة والسلام ذكر الله لهم عنهما كلاما وأحداثا، وهؤلاء إخوة أيضا من أب واحد، فلم يلتقيا سبحان الله. وذكر الله لنا إبراهيم ولوط عليه الصلاة والسلام، ولوط قيل هو ابن عمه وقيل ابن أخيه أو قيل غير ذلك، ومع هذا ذكر الله له عنهما أنه فآمن له لوط وقال إن فيها لوطا، وهكذا كان يدافع. أما إسماعيل وإسحاق لم يلتقيا قط كما في القرآن. ممكن يلتقوا بس القرآن ما ذكر، القرآن الكريم لم يذكر لنا ذلك، فلا نشتغل بذلك. صحيح. أما عاشا في فترة واحدة، نعم، إسماعيل هو الأكبر عليه الصلاة والسلام وإسحاق تبعه، ولا ندري. وكم كان عمر إسحاق وقت البناء وقت رفع القواعد؟ لا ندري، لكن نعلم أنه كان مع أمه في الشام أو في الأرض التي بارك الله فيها، والله أعلم. نعم. الشيخ جانا أظن قبل فترة وقال في كل سماء بيت بيوت الله، زي هنا في السماء السابعة اللي هو الكعبة، أظن ما أدري إيش قال، تذكرون يا شباب ولا لا؟ إيش قال؟ في كل سماء بيت. كل سماء كعبة. في كل سماء كعبة، عفوا. في سماء حرم. أو حرم. ما دليله؟ والله ما أدري. في شيخ مشاهد جاي. إيه جاء قال. ما دليله؟ هو أذكر الشيخ جانا في الكرويت وقال لنا. ما دليله؟ اسألوه ما دليله؟ راح. نستدل الذي نحفظه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام البيت المعمور. واضح؟ البيت المعمور لم يقل بيوتا، ها؟ فالله أعلم في مثل هذا، الله أعلم. أو إنه يقصد شيء معين آخر، الله أعلم، الله أعلم. ذكر بعض العلماء اجتهادات من هذا الباب في كل سماء ونحو ذلك، لكن ما دليل. طيب، القواعد من البيت وإسماعيل. أخر الله ذكر إسماعيل عليه الصلاة والسلام مع أنه رافع معه، هذا أسلوب عربي فصيح، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. هذا له فائدة أخرى، تأخير هذا المعطوف الفاعل عليه الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام، وهو إسماعيل،
لم يقل لا وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت. هذا مثل أيضا سيأتي معنا إن شاء الله في حلقة أخرى، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. الله ما قال ووصى بها إبراهيم ويعقوب بنيه، واضح؟ واضح؟ ما الفائدة في تأخير الفاعل الثاني أو المعطوف؟ فهمتم السؤال؟ طيب السؤال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ما الجواب؟ البركة من كتب لكم يا أستاذ محمد كان حسته. ها أيوة توقع أن عشان يخصون يخص إبراهيم يعني أنه هو القواعد البيت وساعد إسماعيل. يا سلام، وساعده إسماعيل، هذا هو الصحيح. خمسة ما شاء الله. ها هذا هذا ولا خلاص ما شاء الله الحمد لله أجابوا الآن خلاص نحسبه. أظن هو أيوة هذا هذا بلا عناية. طيب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، لماذا أخر يعقوب؟ لأنه كان يعقوب فكروا 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 لا يلزم من نفس الجواب. يعقوب جاء متأخر إكمال الآية ويعقوب ويعقوب ويا بنيه إسحاق يعني ولد إكمال الآية ويعقوب ويا بنيه، فهنا قال وصى بها إبراهيم وبنيه خص ويعقوب ايوه ويعقوب ويا بنيه، فيعقوب ايضا اوصى بنيه، سيدنا إبراهيم اوصى بنيه فترة زمنية. احسنت، هذا جاء جزء من الجواب، والجزء هنا قالوا ايضا وهو انه جاء بعده بزمن لان إبراهيم بالنسبة ليعقوب جده جده فرق كبير اصلا، قيل التقيا، وهذا يدل عليه ظاهر القرآن في مواضع أن الله بشره بإسحاق وإيش ومن وراء إسحاق يعقوب، وفي بعض الآيات إسحاق ويعقوب، يعني ستدركان، يقول الأب والأم ستدركان من يعقوب. يعقوب طب هذه الآية ما هي دليل أو إشارة على أنهم التقيا ووصى بها؟ التقى التقى إبراهيم ويعقوب أيوه. لكن احنا قلنا إسماعيل وإسحاق. لا 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 أنا أقصد على هذه المسألة أن نعم. إبراهيم التقى بيعقوب بحفيده بالبشرة، إنه وقت ما وصى كان إسحاق ويعقوب موجودين كانوا. العجب أن الله ذكر سبحانه وتعالى في القرآن وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، وذكر وصية يعقوب عليه الصلاة والسلام ولم يذكر إسحاق، يعني هناك فجوة، واضح؟ وهو الأب صحيح، هو يعني وصى بها إبراهيم بنيه لماذا؟ لأن من بنيه من؟ إسماعيل أو إسحاق، ما ليس لديه. طب ما في إشارة هنا يمكن التقيا الوصية حقت الأب قال بنيه اللي هم من بنيه إسحاق وإسماعيل، هل أوصاهما متفرقين أوصاهما مجتمعين؟ لا، هل التقيا في آخر حياة أبيهما؟ العلم عند الله، لكن هذه إشارة لطيفة يعني. هذه إشارة لطيفة. ها؟ شكرا شكرا. ويعقوب يا بني. طيب الساهل درجة طيب. ما شاء الله أستاذنا. طيب قال الله تعالى أنهما أنهما دعيا بدعوات كثيرة، منها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويستحب عند القيام بالطاعة وخصوصا الطاعة الصعبة والطاعة المتيسرة أن تقول ربنا تقبل منا إنك السميع العليم، يعني فمثلا عند كل صيام وكل قيام وكل صدقة وزكاة وحج أن تقول ربنا تقبل منا إنك السميع العليم، لأنك لا تدري هل الله سبحانه وتعالى يقبل منا مثل هذا أو لا. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم. فأوصي نفسي المقصرة وإياكم بأن نجعل مع صدقاتنا وصيامنا وقيامنا مثل هذه الدعوات، ولا تجعلها مرة واحدة، اجعلها دائما، كلما كررت كلما تصدقت قل ربنا تقبل منا. إذن العبرة ما هي بالعمل، العبرة بالقبول. الله أيضا يا شيخ الحديث حديث عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني هو الذي يصوم ويصلي،
حديث. نعم أكمل. فقال لا يا ابنة الصديق أظن هم الذين أظن يعملون ويسألون الله وكذا معنى نص الحديث. في سورة المائدة قال الله تعالى في قصة ابني آدم عليه الصلاة والسلام إنما يتقبل الله من المتقين. من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين، ليست العبرة بالمسابقة إلى العمل ولا بكثرته ولا بقلته، لكن سبحان الله الحكمة والقصد هو البركة فيه، ومنه القبول. القبول أن يقبله الله منك، أن يقبله الله منك. لا تدري سبحان الله ربما عمل يراه الإنسان شيئا لا يذكر، مثل سقي الكلب أكرمكم الله، وهذا المجلس يعني سقي الكلب ويراه الإنسان إنسان يسقي كلبا، وإنسان يقوم يصلي، أو إنسان يقوم بالدعوة أو بالجهاد في سبيل الله أو يتصدق أو يسقي العباد، واحد يسقي الكلب أكرمكم الله، يعني إيش يقول عن هذا الكلب؟ يعني يقول هذا عمل لا سبحان الله، فغفر الله. فأحيانا بعض الأعمال الصالحة وإن خفت في عيوننا فهي عند الله عظيمة، فاسألوا الله القبول في مثل ذلك، إنما يتقبل الله من المتقين. ومن قبل عمله أو قوله أصبح من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وفي هذا كلام للإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله في يعني القبول، لا أبالي إن قبل الله لي عمل، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، رواه عنه أبو نعيم في الحلية رحمه الله. يا شيخ ما أدري مر علي كذا قصة زبيدة زوجة هارون الرشيد بعد أن توفيت، قالوا أنهم رأوها في المنام، قالوا ماذا صنع الله بك، عبارة حولها، قالت غفر لي، قالوا بالعين، يعني العين كان مشروع كبير، قالت العين، وأي عين؟ بركعتين. والله قالت بركعتين، يعني أحيانا فعلا الإنسان ما يدري ما هو العمل الذي يتقبل الله عز وجل، ولا أكثر من البر للوالدين ونحوهما، يعني سبحان الله فيه البركة في والقبول بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال وهما يتناولان بناء أجزاء البيت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأثنى على الله سبحانه وتعالى بأنه السميع العليم. ثم قال الله تعالى عنهما أيضا من أدعيتهما، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا ندري عن صيغة الدعاء، هل كان الذي يدعو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويؤمن إسماعيل، أو كان إسماعيل ويؤمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو كان يرددان سويا، أو كان أحدهما يردد والثاني يتبعه أيوة يسمعه فيتبعه، واضح. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك، وهذا شبيه بما ذكره الله سبحانه وتعالى أيضا عن دعاء سيدنا موسى وهارون عليه الصلاة والسلام، دعوا الله دعاء، قال الله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل. طيب فقيل إن موسى عليه الصلاة والسلام كان يدعو وهارون يؤمن، ونحن نقول ربما هنا كان يدعو أحدهما والثاني يؤمن، أي يؤمن أو يتبعه، أو كلاهما يدعوان بالدعاء مثل التلبية، لبيك اللهم لبيك، ربما نلبي جميعا، واضح. فكل ذلك وارد. فمن أمن على دعاء وهو يسمعه ومصغي غير لاهن ولا غافل يعتبر داعٍ.